وبالتالي ما دام احنا لا نعلم شيئا اثناء الخروج من بطون امهاتنا هنلحق القطر هنلحق ان شاء الله. اذا نحن ايه؟ اتفضل يا كابتن. اذا نحن قادرون اللي هي وي كان نستطيع تحت اي حال من الاحوال نستطيع. طيب انا مؤمن بده. صدق بقى لا يوجد من لا يوجد من ولد وهو يعلم شيئا. خلاص وانا مؤمن بده برضه. كلنا نزلنا عمي وكلنا نزلنا نطبش وكلنا نزلنا ما نعرفش حاجه. خدت بال حضرتك؟ انت عايز توجه رساله صح؟ عايز هي دي؟ هي دي. طب ما انا مصدقها وعارفها. لا ما هو انت مصدقها وعارفها، عايزين ايه؟ نجعلها مجال التطبيق. تطبيق. خدت بال حضرتك؟ كل ما ميز اوباما وغيره عننا ايه؟ البيئه. اوباما. البيئه اللي ولد اللي هو موجود فيها دلوقتي. احنا عايزين مصر تتغير ازاي؟ يبقى لازم نغير بيئتها، لازم نرجع لها هويتها. زي ما قلت لك مصر فرعونيه غصب عن اي حد، شاء من شاء وابى من ابى. مصر فرعونيه معاك. سؤال الهويه المصريه. ايوه مصر عرفها الله. مصر فرعونيه. انت لو بتسمع ان مصر فرعونيه بتقول ايه بقى؟ لا هي مش فرعونية، هي عربية قبطية إسلامية. إيه مصر بالنسبة لك؟ بالنسبة لمصر كل حاجة. كل حاجة هويتها إيه؟ يعني يقول لك الهوية المصرية، يعني إيه الهوية المصرية أصلاً؟ الهوية المصرية؟ لا تعرف. هو يرد. يعني إيه اللي بيميز مصر دولا عن الدول العربية والدول الإسلامية؟ مع إن في دول عربية زينا بتتكلم عربي ومسلمة زينا عندها هو الإسلام أو الأغلبية. إيه اللي بيميز مصر؟ وفاء طبعا، شعب مصر كله وفاء. حاجة جميلة في شعب مصر. ولا يهودية بالأساس، إنما مصر فرعونية. مصر فرعونية، مصر وجدت يا جماعة. بس عايزين، هو سيدنا آدم لما نزل فين؟ سيدنا آدم إحنا من سيدنا آدم يقال أنه نزل في الهند.